وعظيم. لكن الحين طبعا راح ناخذك احنا معانا والمشاهدين يا اودي في عشان عالم البهارات والنكهات هذا وعالم ألذ شيء المكسرات. ممكن يصير في المطبخ، ترى لا أطفال ولا كبار ولا صغار. صحيح، وطبعا راح نسوي ايش سميتها، أصابع الدجاج؟ أصابع الدجاج المقلية. صحيح، كيف راح نسويها؟ راح نحضرها. أول شيء خلينا ناخذ فكرة عن المكونات. عندنا اليوم الصدور الدجاج، وراح نستخدم الدقيق، عندنا بهار الكيجن وبهار الثوم المطحون، عندنا الكاتشب، وعندنا بيضه، بنتكلم كمان من قسم البهارات الزنجبيل والمايونيز، وعندنا الحليب والبقسماط. بالنسبة للبقسماط طبعا في أنواع كثيرة منه، وبالنسبة للمقادير أكيد ظاهرة عندكم على الشاشة بحيث تأخذوا عنها فكرة وتضبطون الوصفة كما قال الكتاب البركاتي. بالنسبة لوصفتنا الجميلة راح أبدأ أول شيء بتحضير الخليط اللي راح نستخدمه في خلال تحضير الدجاج. عندنا بيضة أول شيء راح نضيفها، بعد كذا راح أبدأ أضيف عليها الحليب على أساس يكون طعم الخليط مختلف، وفي نفس الوقت راح يعطينا كمان طبقة راح نتكلم عنها أكثر مع بعض. طيب بالنسبة لطبق اليوم نقدر نشوف أنه هو بسيط جدا، يعني ما في صعوبة بالنسبة للمكونات، ما في أي شغلة بتكون مثلا صعبة علينا أنه إحنا نسيطر عليها أو ما إلى ذلك. طبعا زي ما إحنا عارفين الدجاج المقلي بيكون متوفر أو هو الخيار الأول بالنسبة لكل الأطفال، بالنسبة لصغار السن. بصراحة لذيذ، بس بعض الأحيان شيف عمار يعني يقول لك الأهالي أو الأمهات اللي يعني يحبون الصحة أو الهيلثي لايف ستايل تقول لك لا، هذا الدجاج يجي مفروم مع أشياء غريبة ما أدري وش. صحيح. من السوق نتكلم كفاست فود، بشكل عام ممكن يقولوا لك الدجاج بيكون مجهول المصدر ومفروم، طب وش حاطين فيه، مواد غذائية حافظة أو ما إلى ذلك. فحلو ان احنا نعرف كل التفاصيل كيف نقدر نسويها في البيت بحيث يكون عندنا الخيار في حال لو حابين نخربها شوي ولا حابين نعملها بطريقه صحيه، برضو راح يكون اختياري زي ما يقولوا. بالنسبه لوصفتنا الجميله هذه نقدر نطبقها طبعا بنسبه 80-90%، والجزء تبع القلي ممكن نستبعده ويصير نكمل الوصفه في الفرن او في القلايه الهوائيه، فتوقع يكون خيار جدا جيد وجميل. أتصدق القلاية الهوائية نفسها نفس يعني حتى البطاطس صايرة أقلي فيها. جميل. مرة لذيذ. بس مو نفس الطعم يعني. لا والله والله يا أودي أنا ما أعرف أنت أي قلاية هوائية تستخدمين أو كيف تستخدميها، بس صدق شوفي أنا من الناس اللي أستمتع في البطاطس المقلية أو أستمتع حتى في السويت بوتيتو اللي هي الحلوة. صحيح. فأحبها يعني، هذه يعني من الأشياء اللي تمتعني في الحياة للأمانة. صح. فدائما أطلبها مثلا برا أو حتى تتسوى في البيت أيا كان، لكن بالقلاية الهوائية يمكن أول مرة استخدمتها حسيتها شوي ناشفة بزيادة. صحيح. بس أنا أحبها الناشفة. أنا أريد أحبها الناشفة. هذا الشيء كويس إيجابي، هذا الشيء زين. الإيجابي فهذا الشيء حلو. بس اللذة في الدهن. بس بدي ارجع اقول لك شغله، انا من مدرستك صراحه، يعني اذا تبي تاكلي شيء يكون مثلا مو صحي فناكله مو صحي بالمره صراحه. بالضبط. ولكن للناس اللي حابين ان هم يوزنوا فنقدر نقول انه يعني هذا يمكن الخير. هذا موضوع ترى يا جماعه راح تحكي فيه دكتوره ريما اليوم. صحيح. اللي هو انه احنا كيف نكون عايشين في لايف ستايل او نمط حياه صحي وفي نفس الوقت ما نحرم نفسنا، يعني ممكن نطلب بيتزا. إيه؟ او نسوي بيتزا عفوا. صحيح. نسوي بيتزا بس تكون البيتزا صحيه، ليش لا؟ يعني مو شرط ان بيتزا تكون يعني صح. فانا ما ابغى صراحه احرق الموضوع، هنخليه للدكتور ريما. دكتور ممكن ريما ممكن تفيدنا فيه بشكل صحي اكثر بدون استخدام بيتزا او ما الى ذلك. على العموم عندنا الدجاج صار متقطع، وقطعناه طبعا بطريقه شرايح على اساس يكون عندنا اصابع الدجاج، وبعد كذا طبعا راح نبهرها. اول شيء عندنا الثوم. بالنسبه للناس اللي يحبوا البهارات الزياده او المختلفه تقدروا طبعا تاخذوا اريحيتكم في هذا الموضوع، ولكن احنا بنعلمكم الاساسيات. عندنا هنا الزنجبيل المطحون كمان. زنجبيل تحط معها احس صحيح الزنجبيل مع الدجاج على فكره بيعطينا طعم صحيح. جدا رهيب. صحيح. واحنا متعودين طبعا في الوطن العربي انه الزنجبيل بينضاف في الاطباق الاسيويه فقط. اي صح في الاسيويه كنت بقول لك. صحيح. ولكن بالنسبه للدجاج جربوها وادعوا لي بامانه. اتعلمتها في واحده من البلدان طبعا برا، بحيث ان هم بيستخدموا الزنجبيل ولكن بنسبه تكون جدا بسيطه، تعطينا طعم عطري ولكن ما يكون واضح انه هو زنجبيل من الاساس. على العموم ومن قسم البهارات استخدمنا اللي نحتاجه وصارت عندنا كفايه.
الآن طبعا راح أوريكم بشكل مختصر كيف راح نحضر الخليط وكيف راح نحضر الدجاج بشكل عام. كل اللي راح نسويه إنه إحنا أول شيء راح نعمل زي المساج البسيط على أساس نضمن إنه البهارات وصلت لكل الأماكن. وبعد كذا راح نبدأ بباقي الخطوات. هذه أحس تنفع زي ما قلت شيف للأطفال. صحيح. ويمكن أودي تستفيدين منها، فأنا لو منك لو منك اخذ كل المقادير اكيد ان الاطفال راح يحبونها. نرجع نناظرها في اليوتيوب الحلقه، نرجع للاعاده حقتها ونشوفها. صحيح اكيد. وفي اليوتيوب راح نلاقي المقادير كمان. عندي لكم فكره اكيد، لان الموضوع احس انه لازم ناخذ وقت وحنشرح فيه. صحيح. نطلع فاصل ونرجع يكون أفضل. يلا مشاهدينا احنا مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل القصير.